صباح الخير احلى اطفال صغار. تدرون وين بنروح؟ المستشفى. يا عشان ايش نسوي؟ تطعيم. عشان يطعم فصولي. مستعد يا فيصل؟ مستعد بس انا ما راح اخذ. لازم تاخذ ابرة. لا والله بتاخذ ان شاء الله. ايه يا فيصل وصلنا يا فصولي. يلا لا لا ننزل بطريقة صحيحة. غلط ما ننزل من هنا. يلا يلا بسم الله توكلنا على الله. حياتي امسك يدين بعض امسك يدين بعض. يلا امشوا. يلا على الطريق العام نسير في نظام سارعا. يلا جاي يلا امشي ماما. يلا ندخل. ادخل يلا ادخل يا عبد الله. يلا العب. مستعد يا فصولي؟ لا ليه؟ لا يا قلبي لا يا قلبي. يو فصولي جلس يبكي في إبرة. عبرتك وليش جلس تبكي؟ ما قدرنا نصورك حتى ما قدرنا نسوي أي شيء. عجيبي ليش كذا بكيت؟ أوكي طيب ليش بكيت زي كذا؟ أنا عجيب تقول كذا بجاي قد ما عجيب تقول ما كذبنا عليك قلنا لك كذا ما بكيت ولا شيء بنديك بقالة بس انت بكيت. لا انت مكذبه قلت ما راح ندقك ابره. الا من امس نقول لك انت تاخذ ابره وانت بطل وقوي وخارق. ايش فيك مساعد؟ خلاص اوكي يلا باي فصولي. باي فيصل. باي تومي. باي عبادي. يا عمري اقراها من قارع. إذا كنت كلا.